هاي، يطلق البعض على جزيرة كوبا اسم الكايمن أو الكوكودريلو، وبتعني التمساح لأنه شكل هالجزيرة من الجو بيشبه التمساح. تعليم إجباري بكوبا لكل يلي عمرهم بين 6 و15 سنة، ونسبة يلي بيعرفوا يقروا ويكتبوا وصلت ل 99.8%، وهي من بين أعلى المعدلات بالعالم. أما نسبة الأطباء الموجودين بهالبلد فهي عالية كتير كمان، لدرجة أنه اضطروا يبعثوا بعض الأطباء يشتغلوا خارج كوبا بسبب عددهم الكبير. سكان كوبا ما بيكتبوا ريسيبيز للأكل، وإنما بيتناقلوها من جيل لجيل عبر قصص أو أغاني. أما الرقص فهو مهم كتير بالثقافة الكوبية، ومن هالبلد طلع أنواع مهمة من الرقص مثل التشاتشا، مامبو والبوليرو. مين قال أنه بسنة 2000 قام الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بتشييد تمثيل جون لينون لأنه كان من المعجبين فيه وبيعتبره عمل ثورة بعالم الموسيقى؟ أنا قال بشوفكم بكره.